أنا بيتي هنا بركة مال السوق شنو صاعد على السطح ما أشوف لك إلا هذا شين كطار جينا نتراكض اشتكاتك إحنا بركين ولد أصدقائي نشيل نسوان هيك نشيل الميتات هاي شوف هذا البكان هذا البكان هو بدون عيد ازدحام بدون عيد ازدحام وتردينا عيد نودى أطفال رقبة ماكو بس علاقته وهو والحد الآن أكو أطفال جاي يدورون عليهم ماكو شنو السبب ما نعرف كل عيد إحنا النفاجعة على مود هاي الانتخابات وما انتخابات هذا مكان الانفجار بس هذا الانفجار يختلف عن باقي الانفجارات توال ليش من طبيعته هذا ما بي صوت الانفجارات عادة يصير صوت ثورة خشب هذا الصوت هذا الانفجار بعد 500 متر احنا شنا واقفين صوت ما بي ماشي بس عصف وجرحى وقتلى وشهداء بس كصوت ماكو ثانيا هذا السوق هذا الشباب هذا وسط مدينة الصدر على محمد حاكي لا وسط مدينة الصدر شنو كانت صبات لا لا بقلال هم الاهالي ضغطوا على القوات الامنية شالوا الصبات ثانيا هذا السوق ما بي كانت هنا دورية مع الشرطة هنا وهي كانت اصلا مو على حماية السوق كان على حماية اهل الذهب والصيام وهم سحبوها عمليات بغداد سحبت هاي السيطرة يعني بقى هذا السوق بقى وقبل ثلاثة ما كان تهديد لهذا السوق بس ما كنت اخذ اي اجراء يدرون بالانفجار وتعرف انت مدينة الصدر هذا كله خشب مدينة الصدر وبهذا الوقت طبعا مستهدف وشان ان هذا الانسحاب هذا خشب هذا خشب لمناك